الهوليوود سمايل القصة ديالو، انا كنت عندي دي فورماسيون في السنان كما كنتو كتعرفوا، ولكن ما كنتش معقدة منها بزاف، ولكن اي تصويرة كنحطها وانا كنضحك، اي تصويرة انا كنضحك وحطها انتقادات شنو من سنانها مالها مسندرة مالها هذا. انا انسان كنبقى انسان عنده ماشي من الحجر، فخيتيك مراك خيتيك مراك خيتيك بقى عليا واحد نوع من كومبلكس، فقررت نصلح هذاك المشكل اللي كان عندي، لان كوميم راه كان مشكل كبير، كان ما كنش كنقدر نتنفس، كانوا كيجيو نحرق الراس، لان كانت لا ماشوار عندي ميديكاليا، فصلحت واحد الحاجه اللي كانت ضروريه خاصها تصلح. انا كما شفتوا حماقه، انا هي هذيك في الحياه العاديه ناقصه شويه تسطيه، ما كنزعمش في حماقه، كنت كنزعم لان كنت اكيب حضياني عندك يضربني شي واحد عندك، فانا في الحياه العاديه ديما كيعجبني نضحك، ديما كيعجبني نحيح، ديما كيعجبني نعاود نوكات برانكس كما قلتي مع صحابي صحباتي فوالا. انا ديجا بوزي دابا، حيت ملي كتكوني فيونسي راه كتبدا زعما تحسي بالمسؤوليه وتعرفي انك غادي تتزوجي وانك هادشي كامل كتبداي تاسيميليه في راسك. غنديرو هنا ان شاء الله بطبيعه الحال في بلادي غنديرو.